اللهم حسن أخلاقنا وهدئ بالنا ورقق قلوبنا. اللهم اجعلنا كما رآنا تاج الدين الفزاري حيث قال: من أقام في مصر سنة واحدة وجد في أخلاقه رقة وحسنى. فاللهم آمين. ابن بلاد المغرب الذي أصبح شيخاً لقنا استعانت به الدولة الأيوبية لمواجهة المد الشيعي في هذه الفترة، وأسس مدرسة خاصة في الصوفية. هو العارف بالله سيدي عبد الرحيم القناوي في مصر أرض الصالحين. الداعي إلى الله عبد الرحيم القنائي ينتهي نسبه إلى سيدنا الحسين بن علي، حمل بعد ذلك لقب القناوي لأنه استقر في مدينة قنا في جنوب صعيد مصر. حفظ القرآن الكريم وجوده وفسره، فأفاد واستفاد وجمع بين ثقافتي المغرب والمشرق، وأثر في الناس أحسن تأثير. كان يهتم دائماً بالحديث عن العلم، إيماناً منه بأن العلم إنما هو أمر من السماء يتممه العمل، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في سيرة سيدنا عبد الرحيم القنائي هنتوقف مع فضيلة الدكتور، هنتعرف على أبرز محطات في حياته ومحطة مصر على وجه التحديد، كيف كانت ومتى جاء وما الذي دار في هذه الفترة المهمة من حياته. برحب بفضيلة العالم الجليل الدكتور علي جمعة، أهلا بكم مولانا. أهلا ومرحبا. أهلا بحضرتك. أولا ممكن لمحة عن شخصية ونشأة سيد عبد الرحيم القناوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه. كان سيدي عبد الرحيم القنائي هو حسيني من نسل سيدنا الحسين، وكان يسكن في الجهة الغربية في الغرب في مدينة أو محلة اسمها ترغاية، وترغاية دي من أعمال يعني سبتة والأماكن دي اللي هي كانت قريبة من الأندلس أو في الأندلس. كان يحب أبوه قوي، وهو ولد سنة 521، 521 بنسميه القرن السادس. 521 ده يعني هيبقى في المرحلة بتاعت جهادنا للغربيين اللي سموا روحهم صليبيين، وصلاح الدين بعد كده، صلاح الدين ميت 589. فهو سيدي عبد الرحيم القنائي ولد 521، مات 592، يعني بعد صلاح الدين بثلاث سنين، ف 21 من 92 يبقى حاجة بتاع 71 سنة. طبعا كل الحسابات دي بالايه؟ بالسنة القمرية مش بالسنة الميلادية. طيب عبد الرحيم القنائي يحب أبوه حب شديد، اللي احنا بنسميه كده في الأدبيات الشعبية دب دوبان، واخد بالك؟ يقول لك بيحبه حب شديد جدا. فالأب مات، فمرض الولد سيدي عبد الرحيم صغير عنده 10-12 سنة، مرض
تأثر بوفاة والده، تأثر بوفاة والده تأثرا شديدا، لأنه حس إن هو فقد إيه كل حاجة ومش راضي يخف. يجيبوا له الأدوية، يفسحوه، يشمموه الهواء بتاع، مش ما فيش فايدة. ففكرت أمه أن ترسله إلى أخواله في دمشق. بقى عنده 14 15 سنة دلوقتي، وقاعد سنتين ثلاثة وهو مريض. فأرسلته إلى دمشق، وجلس في دمشق سنتين يتعلم. وفجأة ربنا أجرى على لسانه القبول والفصاحة، وهو يتكلم في شؤون المجتمع وفي شؤون الوعظ وفي شؤون الإرشاد وفي شؤون الأسرة وفي شؤون كذا وكذا. فنهل فيما جلسه في دمشق من العلم المشرقي، ورجع إلى ترغاية مرة أخرى. والناس ابتدت أيضا تلاحظ أن الشاب ده أنه هو معاه علم، له مذاق آخر، لأن العلم المغربي له مذاق والعلم المشرقي له مذاق تاني، ويحبوا أنهم يلتقوا مع بعض ويسمعوا بعض وكذا إلى آخره. فبدأت الناس تتكاثر عليه. قعد حوالي بتاع يمكن 5 6 سنين يدرس في ترغاية، والناس بتزداد بتزداد وكذا إلى آخره، إلى أن انتقلت والدته إلى رحمة الله. هذا العاطفي رقيق القلب الذي هو يعني بيتأثر بالأسرة، وزعل قوي لما أبوه مات، زعل أيضا لما أمه ماتت، فأراد الحجة وذهب إلى الحجاز، وجلس هناك برضو حاجة بتاع 8 9 سنين. الحجاز دي مزيتها إيه؟ أنها رحلة، رحلة يعني إيه؟ يعني مقصودة، يعني الناس بترحل إليها. صحيح. فتجد فيها علماء بيردوا في الحج كل سنة. صحيح. فبتنتهزها، كان المسلمون ينتهزون هذا الموسم، وطبعا علماء الحرمين ده أساس، وفي ناس مجاورة زي سيدي عبد الرحيم، هو جاور كده، جاورة يعني بعدما حج مكث في القعد، درس كثيرا من علوم أهل الحجاز. علوم أهل الحجاز دي يعني علوم العالم كله، لأنه العراقي جاي والمصري جاي والمغربي جاي والهندي جاي وكل كله جاي. فالناس بتلتقي مع بعضها وبتتعلم وبتمارس هذا المؤتمر العالمي في كل عام. فضل هكذا، وابتدى أيضا يدرس، ومعه بقى علوم المشارقة وعلوم المغاربة وكمان علم الحرمين، فبقى متميز. ولغاية ما جه واحد كان اسمه المجد القشيري. فالمجد القشيري ده مصري، قال له انت قاعد هنا تعمل ايه؟ انت لا ليك لا اب ولا ام ولا حد في المدينة علشان نقول هتجلس تبرهم او كذا الى اخره. انت مكانك صعيد مصر، لانهم في اشد الحاجة اليك. وفضل وراه لغاية ما اقنعه، وربنا شرح صدره للحكاية دي، فراح مسافر الى مصر مع المجد القشيري. المهم ان سيدي عبد الرحيم ذهب الى قنا. قنا كان فيها واحد من اولياء الله الصالحين اسمه عبد الله القرشي. فعبد الله القرشي خبى نفسه، بقى ملتم كده، يعني الحاجه اللي لابسها فوق راسه عمه او دشداشه او بتاع ده غطره او شماغ، قم يعمل بيها وشه كده، اسمه الملثم، عشان يخدم سيدي عبد الرحيم القنائي لما رآه فيه
من الصفاء والوفاء. يعني عشان ما يعرفوش سيد عبد الرحيم يعني اصل عبد الله القرشي اكبر منه سنا. فهو عشان ما يستنكفش يعني ازاي حد اكبر منه سنا يخدمه. وكان يعني هو صاحب الـ يعني الناس تزوره وكذا الى اخره. ويوضيه يجيب له المية يقول له عايز حاجة يا سيدي ويروح كده وهو فاكره انه شاب يعني من التلامذة او المريدين لغاية ما مرة سقط اللسان من على عبد الله القرشي قال له ايه ده انت اكبر مني في السن. انا اخدمك. شوف التواضع التواضع وانزال الناس ما ننزل طبعا. وراح قال العبارة الشهيرة من لم يزر القرشي لا يزورني. يعني انت وانت جاي وبعدين رحت قلت لا خلاص بقى القرشي راحت عليه اروح ازور عبد الرحيم القناوي. لا سيدي عبد الله القرشي مدفون في المدخل بتاع مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بجواره رضي الله تعالى عنهم اجمعين. رضي الله عنهم اجمعين. اذن حضرتك بعد الفاصل بقى نشوف يعني تعلق اهل قنا بسيدي عبد الرحيم القناوي وايه بقى الكرامات وايه برضو المقولات اللي بتنقل عنه ولكن بعد فاصل قصير ان شاء الله. ارجوكم خليكم معنا. في ساحة مسجد عبد الرحيم القنائي بدخولك إليها تجد المقامات على جانب الطريق في الممر الشرفي وصولاً إلى مقامه المبروك داخل المسجد. فأنت تمر على مقام الشيخ عبد الله القرشي وهو صديق عبد الرحيم القنائي وهو كذلك أول من بشر بقدومه إلى قنا وتلميذه المفضل التيجاني. وإلى جوار مقامه تجد تلاميذه الشيخ أبو الحسن الصباغ وعلم الدين المنفلوطي. ومسجد القنائي لا تنقطع عنه الزيارة والخير طوال أيام الأسبوع لموقعه المميز، فهو على بعد دقائق وعبر طرق مدينة قنا المميزة بالأشجار والزهور ومن ميادينها المطورة تجد نفسك أمام معبد دندرة الأثري والذي يتميز بنقوشه المختلفة ووجود تماثيل لها حكايات مع التاريخ. مرحب بحضراتكم مرة أخرى وبفضيلة الدكتور، وما زال الحديث مستمر عن سيدي عبد الرحيم القناوي أو القنائي. فنتوقف الدكتور عند الدولة الأيوبية، وقتها كانت بتواجه خطر المد الشيعي وكان في تنبه لهذا الأمر. إزاي كان سيدي عبد الرحيم القناوي وغيره من الأعلام والعارفين بالله كانوا عون في مواجهة هذا المد اللي كان بتواجه مصر؟ هو في الحقيقة مصر لم تدخل في مذهب الشيعة دخول قوي، وذلك لموقف الشيعة السيء من الصحابة الكرام. ولكن بالرغم من ذلك إلا أنه كان في تأثيرات، لأنه الثقافة ساعات تبقى سيدة كده أو صاحب السلطة يشيع الثقافة. فكان أغلب المصريين من أهل السنة. فلما دخل صلاح الدين الأيوبي خلى رؤساء البلاد، رؤساء المدارس، رؤساء الجهات المختلفة، الجاليات المختلفة، خلاهم من أهل السنة. فعين سيدي عبد الرحيم القنائي عينه صاحب قنا، محافظ قنا تقريبا كده، محافظ قنا إذا كانت بالأدبيات الحديث مثلا. فمسك بقى سيدي عبد الرحيم، عالم، سيدي عبد الرحيم تقي، سيدي عبد الرحيم ولي من أولياء الله الصالحين الكبار. الكبار كبار دي بقى على طول يذكرنا بعبد القادر الجيلاني ويذكرنا بابو الحسن الشاذلي ويذكرنا بالناس الاكابر. الناس دي
أنا قلت لحضرتك مرارا أنهم جرت على أيديهم كرامات أبهرت الدنيا، وإحنا عايشين لغاية النهاردة بالكرامات اللي الناس شافتها بعنيها. طب عذرا يا مولانا، أنا آسف. اتفضل. ممكن حد من سادة المشاهدين يقول لي والله يمكن أنصاره مريدي أتباعه في الفترة دي حبوا يعملوا هالة من النورانية والقداسة أو من التعاطف الشديد أو حتى يجرت العادة في المبالغة، يعني لما أحكي لحضرتك حاجة أو حضرتك تحكي لي حاجة وأنا أحكيها لحد ببالغ شوي. قد يكون ده في إطار المبالغة أو الحب الشديد يعني من أتباعه. هل ده صح؟ يعني مسألة الكرامات وارد طبعا، وارد أنه بس هو إيه اللي خلاهم حبوه؟ ما هو ده السؤال بالظبط. انا مع حضرتك، ايه اللي خلاه حبوه؟ اما المبالغه ليه ما تنساش بعد بعد 1000 سنه يعني فعل الله فيه انه القى الله عليه القبول ليه؟ ما هو في سؤال برضو حائر اللي هو ده. فوارد ان يكون الاثنين حصلوا، الكرامه من دول والانبهار من دول حصل، ثم بعد ذلك ايه ضخمناها قوي قوي قوي. يعني أنا أحكي لك حكاية مما تنسب إلى سيدي عبد الرحيم القنائي. أحكي لك حكاية ولا حكايتين علشان واحدة نشوف المبالغات اللي فيها والتانية نشوف إمكانيتها عقلا وإمكانيتها في طبائع الخلق. في ساقية بتسقي البلد فينا تمام، جايبين طور أعزك الله بيلف بالساقية دي، ولما بيلف بيطلع المية من هنا ويرميها هنا وبيسقي البلد. فجه أسد كال الطور ده، الطور مقيد في الساقية، فالأسد يتمكن منه وما يبقاش فيه يعني إيه صدام ولا حاجة لأنه مسكين تاني معمر. والأسد جعان فراح واكله. لا أنا مش شايف ما يجراش حاجة. هل ده في حاجة يعني ضد العقل؟ يتصورها العقل يعني هو أسد في إينا شوية يعني، بس هنمشيها واخد بالك يعني. لا ما هو خلي بالك سيادتك إن القنا هي أول مدينة في شرق النيل، يعني احنا الجيزة وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج كله ده غرب النيل. وبعدين بنيجي بقى هنا قنا شرق النيل. فالغرب هنا فيه صحراء وفيه غابات، فوارد يكون فيه اسد. تمام واخد بالك. فلانه يسموه الاسد الجبلي قد يكون الأسد من طبائعه إيه؟ لما نروح نقرأ لبتوع طبائع الحيوان ولمن تأملوه كذا، أنه لا يعتدي ما دام شبعانا ولم تعتدي عليه. فالأسد ده هو كال الحيوان ده. فاشتكوا لسيدي عبد الرحيم فراح قال طيب اقبضوا عليه. صادوا الأسد فخلاه مكان الطور يلف البتاع ده. هو شوف بقى في الرواية، شوف حتة اللي هي تخليك ممكن تقبل ده. وكان يطعمه. يبقى استأنسه، يبقى استأنسه. هل استئناس الأسد في السيرك حاجة يعني غير معقولة؟ موجود أو بينا وموجود. هل قضية الإطعام لها علاقة بتهدئة حال الأسد؟ طبعا. طيب وهل الأسد يعرف يلف كده؟ طبعا ده قوي جدا، ده أقوى من الطور اللي كان كده 10 مرات. فحاجة زي كده مقبولة بالرغم من ندرتها غريبة شو من يعني. عايزة واحد يكون فاهم، عايزة واحد يكون واثق في نفسه قوي، عايزة واحد الأسد ده يحس بالطاقة الإيجابية اللي طالعة منه في 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 فيعمل كده. ولو ان الاسد غلبان، هي دي فطرته اللي ربنا خلقه عليها ان هو يفترس وياكل يعني. فاشياء مثل هذا القبيل يعني ممكن تحليلها بالشكل ده. مظبوط.
لكن الناس لأنها توغلت في المادية بتنكر كل حاجة، حتى الندرة، حتى الشيء النادر ينكرونه. لا، هو فيه ده بس نادر. أمال هي كرامة ليه؟ أو الناس تنقلتها ليه؟ أو الناس لما تشوفها تنبهر ليه؟ لأنها نادرة، ونادرة جدا لكن ممكنة. تمام. فده نوع. وانا يعني رجعت في كلامي في كنت عايز اعرف في الثانيه بقى الغير معقول. حضرتك بقى ما تقوليش ان الغير معقول هم قالوا ان الشيخ عبد الرحيم هو اللي راح جاب الاسد. الثانيه بقى ان هو سيدي عبد الرحيم مع عصايه فكان في مركب واقفه، فراح عامل دي كده في الارض، فراحت المركب واقفه، وبعدين راح هو ماشي على الميه، وبعدين راح جاب الشخص اللي هناك وجابه برضه معها على الميه. ده شوية إيه عليها ملامح. طب فايدتها إيه يعني؟ طب ومين اللي شافها؟ في يعني قد إيه من البشر شافوا الحركة دي؟ والحركة دي فايدتها إيه؟ طب هنا تكلمنا عن طبائع الحيوان، شوف عرفنا نحلل أهو عن طبائع الحيوان وعن إدراكها وعن إمكانياتها وكذا إلى آخره. بس الحكاية دي لزومها إيه؟ فلكن هتجد دي، وهتجد الناس دلوقتي من اللي سامعيننا يزعلوا مني، وانت بتنكر على سيدي عبد الرحيم ان هو عمل وعمل 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 وعمل. انا بقول لهم يا جماعه، اللهم لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين، بلاش المغالاه وبلاش الكلام ده. سيدي عبد الرحيم لا هو عايزني ولا هو عايز هذا المنسوب اليه ولا اي حاجه، ولا عايز الكرامات اللي صدرت منه. فعلا حضرتك كنت برضو قلت لنا ان الولي بيخجل من كرامته كما تخجل يعني البكر في حيضيها يعني فهكذا. فاذا احنا ما سيدي عبد الرحيم ده عالم، سيدي عبد الرحيم ده ولي، سيدي عبد الرحيم ده حاكم، سيدي عبد الرحيم ده معلم كده. الجوانب دي هي اللي تصل الى قلوب الناس افضل مما يصل اليه ما ينسب من مثل هذه الخوارق، وهو ليس في حاجة إليه طبعا يعني. ولكن الثابت أنه كان ليه علم نقل عنه طبعا. وهو مؤلف، فسر القرآن وعمل كتاب في الزواج وعمل كتاب في تأليفاته كتيرة. وفاته بقى سيدنا كده كانت ملابساتها إيه، أو إيه اللي ورد عنها لو في لها أي ذكر؟ مات 592 قبل ولادة أبو الحسن بسنة. بسنة يبقى إذن القرن لسه السابع بقى لسه مجاش وما فيه. فهو انتقل إلى رحمة الله تعالى ودفن في مكانه الآن الذي هو بني عليه مسجدا، ودفن بجواره الشيخ عبد الله القرشي. شاكر لفضلتك جزيل الشكر في الدكتور علي جمعة. شكرا لحضرتك. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا موصول لحضرتكم. إلى اللقاء. يتشوف الإنسان دائما إلى حسن خاتمته، فليدعو وليقل: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد، وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك محمد. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. أسألك حسن العاقبة في الأمور كلها، ارزقنا الفوز بالجنة والنجاة من النار. ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم آمين.